انطلقت فعاليات منتدى دراغون النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية الذي تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وأكاديمية البحث العلمي بمدينة برج العرب الجديدة. شارك في المنتدى عدد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر واليابان والدول العربية، فضلا عن عدد كبير من الخبراء وشركات تصنيع وسائل النقل والصناعات المغذية. ويعد المنتدى منصة للحوار والتفاعل البناء بين كافة المعنيين بصناعة النقل لمناقشة موضوع النقل الكهربائي وما يمثله من فرص وتحديات في كافة جوانبه التقنية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية. النهاردة يعني بنشهد حدث من الأحداث المهمة بتنظمه الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وهو خاص يعني بمنتدى أو دراجون زي ما بيقولوا عن وسائل النقل الكهربائية. أهمية الحدث أنه بيجي قبل أقل من شهرين وبالتحديد حوالي 50 يوم عن استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ COP27، واحنا بنتكلم على دعم البحوث والتطوير والابتكار في مجال تصنيع وسائل النقل الكهربائية. أهم حاجة ان احنا عايزين نوضح إمكانيات الدولة في التصنيع المحلي في هذا، والمهم كمان ان احنا تناولنا كل جوانب تصنيع السيارات الكهربية، الجوانب الاقتصادية والفنية وسلاسل الإمداد والقانونية حتى. وعشان كده المنتدى يعتبر متكامل، واحنا يعني نقينا المتحدثين اللي على خبرات عالية عشان نفيد الحضور والطلبة على قدر سواء.